تصاعد الدخان من حاجز الكفر بعد استهدافه بقذائف الهواء من قبل أبطال الجيش السوري الحر 28/11/2013. ضمن معركة غارة الله، الجيش السوري الحر يستهدف حاجزي الكفر والسمام بقذائف الهواء والدخان يتصاعد. الله أكبر الله أكبر. قصف بالطيران المروحي على زور الحيصة بريف حماس الشمالي. ضمن معركة غارة الله، الجيش السوري الحر يحاصر حاجزي الكفر والسمان، فيقوم الطيران المروحي بقصف الأراضي الزراعية لزور الحيصة 28/11/2013. ولا يزال الطيران المروحي في الأجواء والدخان يتصاعد. الطيران المروحي يقصف الأراضي الزراعية لزور الحيصة لفك الحصار عن حاجزي الكفر والسمان. طبعا الجيش السوري الحر ضمن معركة غارة الله يحاصر حاجزي الكفر والسمان، ويقوم النظام بقصف الأراضي الزراعية لزور الحيصة لفك الحصار عن حاجزي الكفر والسمان. 28/11/2013 والدخان يتصاعد. هذا الطيران المروحي يحلق في سماء زور الحيصة 28/11/2013، يحاول فك الحصار عن حاجزي الكفر والسمان طبعا الذي يحاصرهما الجيش السوري الحر ضمن معركة غارة الله. الطيران المروحي يحلق في سماء زور الحيصة 28/11/2013. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبدو أن الطائرة قصفت على زور الحصى لا يزال الطيران المروحي في الأجواء في هذا الاتجاه. في هذا الاتجاه سقط البرميل، حيث قامت هذه الطائرة المروحية بإلقاء برميل على زور الحيصة طبعا، وهذه الغارة الثانية. الدخان يتصاعد 28/11/2013. في هذا الاتجاه قامت الطائرة المروحية بإلقاء برميل متفجر على الأراضي الزراعية لزور الحيصة، ولا تزال الطائرة في الأجواء. ولا يزال
الطيران المروحي يحلق في الأجواء.